بتعرفي لو وصلني هذا الفيديو بعد يوم الخميس وكنت صرتي مرتي وعزمتي، كان اقل شيء بعمله بشرب من دمك. نقلعي نقلعي من حياتي، صوتك ما بدي اسمعه. لك لا تجنني، لك مو انت قلت الموضوع بيضل بيناتنا وقت اللي بدي امشي بمشي؟ لك ليش رحت قلت له لخطيبي؟ لك ليش خربت لي بيتي؟ ليش كسرت لي قلبي؟ ليش يا حرام كل هالقد يعني واثقه فيني؟ ولك يا ابن الحرام، ولك انا وافقت معك على انه يتم هذا الموضوع بيناتنا نحن الاثنين وما يطلع برا هذا البيت. لك ايه دافعين لي فيكي 10,000 دولار يا بنت الكلب؟ انت هدول ما بتحلمي فيهم يا بنت الحرام؟ حدا بيجي نعمل عند رجله بشوطه؟ هو اذا ما رحت بدك تروحي غصبا عن راسك مو بكيفك، ولا فضيحتك بقلاقل. يلا وليه يلا روحي انقلعي، تيجي مزبطه حالك كانك عروسها. بي العمى بيستشرفوا نعمه بعمرهم ما شافوها. تكبري على النعمه، يلعن ابوك وحده وسخه. ترجعي عروس ها؟ بمالك مجهزة حالك ليوم الخميس؟ سومر لازم يتوكل له محامي شاطر مشان يدافع عنه. أنا لحكي مع أهله وشوف شو لازم نعمل. إيرو دينا الشمس شمس 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 الحيني مشان الله، الحيني مشان الله، نبيت رافي الحيني. ودينا شو بكي شوفي؟ مشان الله لا تتأخري شمس، بوس إيدي. يلا يلا جاي جاي. وين رايحة؟ أنا لازم أروح. شمس هدي شكل رفيدك عنده مصيبة، انتري شوي. شو بكي ليش هيك عم ترشفي؟ شوفي رافي رافي شو برافي شو برافي رافي